قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ان الحكومه اقرت المرحله السادسه من رد اعباء الصادرات بقيمه 10 مليارات جنيه واشار رئيس الوزراء الى ان خلال الفتره القادمه سيتم تغطيه كل اعباء الصادرات قرينا مرحله سادسه من رد اعباء الصادرات او الارقام المتاخره للاعباء الصادرات ودي هتبقى بقيمه 10 مليار جنيه هنتيحها في خلال الفتره الجايه على طول علشان تغطي القيم الدعم الصادرات للشحنات اللي قام بيها المصنعين والمصدرين لغايه واحد 31 ديسمبر من العام الماضي 22 دي تعتبر كده المرحله السادسه من رد الاعباء المتاخره